ما شاء الله تبارك الله برجي النناوي يدخل أرضية الميدان بغرض العمل التدريبي. الملاك المدربين اسم بلاط أبو العدان أكرم عواودي. ما شاء الله تبارك الله برجي النناوي بن فيريفاي شارك في عدة مضامير. ما شاء الله برجي النناوي شارك في عدة مضامير وميادين، حصل على بطولات كثيرة وعديدة تحت إشراف تدريب مدرب الكبير أكرم عواودي أبو العدنان من كفر كنا أحد إداري ميدان المطار والأحلام. يا سلام ما شاء الله تبارك الله برق المناوي الدفعة الإكسترا أوز شارك هنا على أرضية ميدان الأحلام وتربى على منصات التتويج في بطولات الأحلام سابقا. سنراه إن شاء الله تبارك الله بعون الله تعالى في مهرجانات قادمة بعون الله تعالى. إن شاء الله بعد رحمة الله في المجموعة السادسة نحو جهاز الانطلاق برك النناوي. ما شاء الله تبارك الله مع المدرب أبو العدنان والفارس محمد النادر الناشئ مؤخرا باسطبلات أبو العدنان. ما شاء الله محمد النادر مدرب أحد اسطبلات أبو العدنان يقوم بعمل تدريبي على صاوة البطل برق النناوي. حبيبي لجوا ما شاء الله برق النناوي بالجهة المقابلة من أرضية الميدان هناك مع سيال الواعد محمد النادر بطل هذا الميدان في عدة مواسم ومراسم كبيرة صاحب الأمسيات الكبيرة. ما شاء الله برق النناوي ابن البطل الفحل إكسترا روز هناك نراه يدخل الآن إلى المنعطف الأول بعمل تدريبي سينطلق بعد قليل تحت إشراف التدريب المدرب الكبير أبو العدنان أكرم عواودي. أبو العدنان أكرم عواودي غاب عن التدريب لعدة مواسم بغرض تجهيز الميادين إلا أنه يبقى مدرب كبير صاحب أبطال كثيرة في عالم السباقات الميادين. أبو العدنان أكرم عواودي 25 عاما في هذا المجال. ما شاء الله تبارك الله برق النناوي الآن ينطلق مع محمد النادر على الخط المستقيم. ما شاء الله تبارك الله صلب على النبي عمي صلب على النبي برق النناوي بالإكسترا أوز مع محمد النادر. ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على سيدنا محمد. أمالك شوي 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 ما شاء الله تبارك الله صلى الله إن شاء الله في مهرجانات قادمة بعون الله تعالى. الحبايب مع الخيلين غاب لعدة مواسم أبو العدنان عن التدريب لأنه يبقى من المدربين الكبار الذين دربوا عدة أبطال في عالم السباقات الميادين.
شو بدك تعد تعد ابطال يا ابو العدان تخرجهم على ايديك وشدك تعد تعد يا ابو العدان خياله وفرسان انطلقوا من تحت اشراف تدريب اسطبلاتك يا ابو العدان اخرهم ابو النادر ان شاء الله ما يكون اخر واحد راح اكون مصنع ان شاء الله للفرسان ما شاء الله تبارك الله برق النناوي اشقر اللون شكرا الخير لو طار صدقوه بنات الريح حبات شمالي يا ابو العدان ما شاء الله تبارك الله